واحد من الأمراض المنتشرة بكثرة الحقيقة، ويمس النساء أكثر من الرجال. وكل حاجة تصير لنا ساعات ولا أي سمبتوم نقولوا منه هو شنو الصحيح وشنو الغلط باش تعرفوا عليه. باش نحكيوا على الغدة الدرقية اليوم. حاضرة معنا الدكتورة سليمة عكروت قرقوري. صباح الخير. مرحبا دكتورة. طبيبة مختصة في الغدد الصماء والسكري. هات نبداو أول حاجة، شنية الغدة الدرقية التيغويد شنية؟ الغدة الدرقية هي عضو موجود لهنا قدام التخشي فوق في الرقبة، وتفرز لي زغمون تيغويديان اف تي 4 اف تي 3، وتتحكم في برشا حاجات في البدن تحت. تتحكم وفات في الاعضاء نتاع البدن الكل، منهم فريكونس كاردياك، حراره الجسم، لو ترانزيت انتستينال، لومور، النوم. تحكم في معناتها عندها علاقه بكل شيء. معناها كي واحد يقول كل حاجه يولي لصقها في التيرويد مادام هي هكايا لامبورتونس نتاعها. أعطيني فكرة شنو دورها في البدن وعليش نمرضو بها؟ ألوغ الدور نتاعها كيما قلت لك هي كيما أي غدد تتحكم في برشا حاجات. الحاجة الأولى في اللومور، معناتها واحد احنا نقولوا لو ميتابوليزم دو باز بصفه عامه، لو ميتابوليزم دو باز دونك الفريكونس كاردياك، لومور، النوم، حراره الجسم، لو ترانزيت انتستينال، الحيويه نتاع الجسم بصفه عامه. الحيويه داكوغ. بي اضطرابات الغده الدرقيه كيفاش وعلاش يصير؟ علاش عبيد لاباس الغده نتاعهم وعبيد اخرين عندهم اضطرابات؟ الوغ ساعه فما ثلاثه انواع من الاضطرابات. الحاجه الاولى الهيبوتيرويدي، معناتها وقت اللي تبدا نقصان في افراز الهرمونات، معناتها الكسل نتاع الغده الدرقيه. وفما الهيبرتيرويدي تبدا تصنع برشا هرمونات، وفما تكيسات معناتها تبدا فيها دي نودول من غير ما تبدا تاخذ معادي، معناتها ني هيبر ني هيبوتيرويدي، معناتها جوست دي نودول. كل واحده عندها الاعراض نتاعها. اي هيتن كل واحدة نعطي الأعراض نتاعها بالحاجة بالحاجة. ألوغ ساعة واحد بالنسبة للهيبوتيرويدية اللي هي أكثر حاجة موجودة أكثر. نبدا واحد يحس بالفشلة، مشاكل في النوم، ساعات ديبرسيون نيرفوز هكاهو، يحس روحه منفوخ، معناتها تقول لك نعمل في ريجيم ما نضعفش. دونك هذوما كلهم دي سامبتوم. دي سامبتوم تاع الهيبوتيرويدي، كونستيباسيون، مي سورتو كيما قلت لك معناتها فشله، اون لونتور بسيشيك، واحد يحس روحه حتى التخمام ما عادش ينجم يخمم كيما قبل، فهمت؟ اضطرابات في النوم، واحد يبغى اللي ما عادش يرقد بالكدا والا يرقد برشا، معناتها سومنولونس نهار كامل. هذوما لي سامبتوم تاع الهيبوتيرويدي. الهيبو هذايا الكسوله. الكسوله، اي. الوغ ليبير هو العكس، واحد يولي يدق يرعش على اعصابه وعلى الاخر، يضعف برشا، يحس روحه ديما جيعان وياكل وباقي يضعف. تاكي كاردي معناتها بالبيتاسيون، قلب يضرب برشا، رعشه، دياري، وساعات معناتها حتى من العينين يوليو مبرقين ويخرجوا. اي سي فغي يتبدلوا. هذوما الكل دوا فيغ بونسي ان بروبليم دو تيغويد. داكوغ. شكون الاشخاص الاكثر عرضه وهل فما عامل وراثه في التيغويد؟ Effectivement, donc c'est une maladie qui touche surtout les femmes à partir de 40 ans. C'est fait 5 مرات أكثر من الرجال. وهي بصفة عامة وراثية، معناتها لازمنا نخموا عليها سورتو وقت اللي عبد تكون عنده مثلا أمه ولا خواته ولا أبوه ولا عماته ولا خالاته عنده مشكلة في التيغويد. أي قلق من نوع ديبرسيون، مشاكل في النوم، حتى تيح الشعر، جلدة تبدأ شايحة، واحد ما يبدا عينه في حد شيء، هذوما الكل تخليه بالاخص كيما قلت لك وقت اللي يبدا واحد عنده شكون في العائله، معناتها تخلينا نخمو على مشاكل في التيغويد. دونك يفو توت سويت كونسلتي فيغ ان بيلون. نحكي شويه على المضاعفات نتاع المرض هذايا على الجسم بصفه عامه. يقولوا انه ساعات النساء اللي عندهم الغصه، احنا نسميوها الغصه، الحمل، حتى الحمل نتاعهم صعيب، صحيح هذا ولا؟ صحيح. الهيبوتيرويدي بالاخص، فما نساء بداو عندهم مشكله باش يحبلوا، يمشيوا للجينيكولوج نتاعهم، اول حاجه يطلبها ان بيلون تيرويديان. علاش؟ على خاطر جوستومون تنجم البو بيرتوربي لا فيرتيليتي، معناتها تولي
عندها مشاكل في الحمل ما يلسفي باش نعالجوها باش في ساعة في ساعة معناتها داكور دونك هذيك علاش لازم واحد كي يشوف عنده لي سامبتوم هذوما ما فيها باس يمشي يعمل تحليل نتاع الغده ما ينساهاش معناها يخمم فيها بالضبط. ما ينساهاش سواء نساء ولا رجال علاش نساء اكثر من رجال سي كوم سا سي لا ناتور هومان سي كوم سا فماش تفسير فما برشا امراض تمس النساء اكثر وفما امراض تمس الرجال اكثر ونفس الاعراض نفس كل شيء بالنسبه للرجل نفس الاعراض بالضبط نفس الاعراض فما لو تباجيزم زاد يخاول سورتو لي بيرتيرويدي فما زاد حاجه كيما قلت لك ما ننساوهاش وقت الواحد يحس خاطر ذي لا ايبو ولا ايبر معناتها فماش حتى اعراض اما واحد ساعات يشوف يغزر روحه ويلقى عنده كعبوره وقتها تو سويت يفوا لي faire une échographie, faire un bilan. وتنجم معناتها لازمنا مجبورين باش نحيوها ولا وقتاش نوصل للمرحله نتاع العمليه نتاع الوغ العمليه الا وقت اللي فما دي نودول كبار يستحقوا باش يتنحاو اذا كان ايبوتيرويدي ولا ايبرتيرويدي من غير نودول كبير ما فماش ما غير عمليه فماش عمليه تقعد ميديكال تعطينا شوية نصايح دكتورة لازمنا باش نعطيه شوية نصايح باش ما يتطورش المرض باش نتابعوه باش الوغ جوستومون نصايح لازم أي عبد عنده في عائلته أمه ولا أبوه ولا واحد من العائلة عندهم مشكلة في الغدة لازم يكون معناتها أي فوالا أي أعراض عنده من النوع اللي حكينا فيهم قبيلة يمشي يجي لباله باش يعمل التحليل على خاطر إذا كان نعالجوها من الأول معناتها ديما وقت اللي نداويو من الأول خير ألوغ إذا كان خليو المرض يليفولو معناتها نجم تجرى مشاكل أخرى حتى تأثر على القلب تأثر على حاجات أخرين ألوغ ما فماش نصايح نتاع ماكلة أنا توا برشا مرضى يقولوا لي فماش حاجة لازم ناكلوها حاجة ما ناكلوهاش لا قبل في العهد القديم كان فما اون كارونس اون يود اللي تنجم تعمل تسبب إيبوتيرويدي اما هذايا من احنا من الاستقلال معناتها دو توت فاسون الفرينه نتاعنا والملح نتاعنا يسون انريشي اون يود دونك ما عندناش مشكله في تونس نتاع نقص نتاع يود دونك هيك ماكله عاديه ما فماش حاجه واحد يعملها جوست وقت اللي نلقاو معناتها فما ليبوتيرويدي ولا ليبرتيرويدي قبل ما تبدا تداوى قبل ما اون ايكيليبر لو بيلون il faut éviter les efforts خاطر فما عباد يبداو يعملوا برشا سبور نقول لهم حتى نداويو شويه نركحوا معناتها ومن بعد ترجع للسبور نتاعك مي سينون في الماكله معناتها تنجم تبرا بيان سور فما الوغ تبدا من الاول معناها الوغ ليبرتيرويدي معناتها زياده الافراز تتعالج وتبرا في اغلب الحالات باغ كونتخ ليبوتيرويدي سي لو بلو سوفون اون مالادي كرونيك معناتها مرض مزمن اللي هما الخلايا نتاع الغده يموتوا بشويه بشويه وتولي الغده اون فيت بخيلة ما عادش تخدم الغده وقت هذاك دوي افي لا بلوبار دو تون معناتها التريتمون نتاع ليبوتيرويدي سان تريتمون افي لا بلوبار دو تون مي فما des formes subaiguës ou aiguës. D'accord. تنجم elle peut être stabilisée مع خاطر هما ما يزيدوا فما Bien sûr, bien sûr. Alors la stabilisation, elle va dépendre de l'évolution, du suivi. لازم الاول نعطيو le traitement بشويه بشويه نلقاو la dose efficace qui va stabiliser le patient. Bien sûr, وقت la grossesse, faut pas arrêter le traitement. Ou كيما قلت لك, il faut y penser قدام اي مشكله نتاع فيرتيليتي ولا اي حاجه حتى ديبرسيون نيرفوز معناتها فما شكون فيق لهم بيهم بسيكياتر تمشي ديبي بور اون ديبرسيون نيرفوز يعمل بيلون تيرويديان تطلع مشكله نتاع هيبوتيرويدي يل سوفي باش تاخذ تريتمون نتاع التيرويد تعدل كل شيء ليمور تتعدل كل شيء اكزاكتومون ما عادش عندها ما تسحقش لا انتي ديبرسور لا حتى شيء تري بيان يعطيك الصحة دكتورة ميرسي بوكو على النصائح هذه كلها وعلى المعلومات هذه الكل الدكتورة سليمة عكروت قرقوري طبيبة مختصة في الغدد الصماء والسكري احنا مازلنا معاكم باش نشوفوا الفقرة الموالية ما
بالطبيعة عيد الحب سان فالونتان على قريب، وناس كل تبدأ تخمم شنو هو الكادو اللي باش نهديه من الأفكار اللي نجمو نهديوها. هو كفخي متاع لوديت، باك كامل متاع لوديت. هذاك علاش اليوم جيت بحذنا فتحية غربي كونسييغ شي لوديت. مرحبا بك فتحية. عايشك على وسهلا. مرحبا بكم الناس الكل تفرجوا فينا. يعيشك. دونك شنو حضرتوا لنا لعيد الحب؟ شوف كما تشوف ما شاء الله. بلوزيغ جام على كولونيا كريمه. به كنقولوا لوديت نقولوا بطبيعه الطبيعه. لوديت ديما تخمم تكون البرودوي نتاعها 100% ناتوريل. وصديقه البيئه زاده، خاطر باش خاطر بعض لي كونسوماتور بعد ما يكمل يستعمل البرودوي بطبيعه كي باش يلوحوا باش ما يضرش الارض. تخي بيان. واللي ما يعرفش لوديت، لوديت هي الوكيل الحصري في شمال افريقيا للشركه الايطاليه كيليت. هو لي برودوي 100% مصنع في ايطاليا. ما يدخل تونس كان ما يتحلل، وديجا مرخص من وزاره الصحه. باهي، هذوما حاجات مهمين لانه الكونسوماتور يبدا يسال، خاصه كي تبدا حاجه فونت اون لين يحب يعرف اسكو مرخص ماهوش مرخص، تم تحليله ولا. دونك انتم عندكم التراخيص اللازمه الكل من وزاره الصحه. نبداو باللي باك. نبداو يلا. اول جام نبداو بها هي الجام لوديت نوار. نوار اللي سميناها احنا الباك الماجيك نتاع لوديت. باك ماجيك. باك الماجيك. باك هذيا هي تعملت في البريود نتاع الكورونا. باك اون تيشوت فيها لو برو فيتامين بي 5 سان سولفات سان بارابين سان سيليكون سان كولورون ايسونسي، يعني 100% ناتوريل. جام هذيا تغذي الشعر بالكدا، تقوي الشعر باش ما عادش يطيح ويملي الفراغات ويعطي لمعه للشعر. وزيد معلومه اخرى، ياخر ظهور الشيب المبكر. اي تخي بيان. نحبوها السي الكل، خاطر السي معناها تطلع لها شيب ديريكت تجي الصبغه، تجري للصبغه وبالطبيعه يهلك الشعر برشا هذايا. دونك لو دي تعطيكم الحل. الجام هذه فيها اوفر 20%. بمناسبة سان فالونتان فيها 20%. جام كما قاعدين تشوفوا فيها 1 لتر شامبوا، كيلو ماسك، و 100 ملليلتر سيرون. جام فاميليال، جام جينيروز تعملوها. الثاني الباك الثاني. الباك الثاني هو الباك نيترو ديرمان اللي هو المولود الجديد نتاع لوديت بالنسبه للسنة. باك فيغوي ومحليها الريحه نتاعو زاده ياسر بنينه. الباك هذايا وديناكم بالزنبيعه والكرموس. بطبيعه كما عودناكم ما فيهش السولفات وما فيهش الكولوران ما فيهش البارابين. الجام هذي بور شوفو تيرن اي ديفيتاليزي، فيها الشامبوا وفيها الماسك. جام هذي 20% فيها ريديكسيون. كلهم عليهم 20% ريديكسيون. وأبار الغميس هما غراتويتي هوني في الباك هذايا، فما ليدي ماكيون غراتوي لك كادو مع الباك نتاعنا. ليدي ماكيون بطبيعة يساعد البو سونسيبل، يعني محلل ديجا زادا هو 100% فيجيتال اي بيو. داكور. سون اليرجي سون كولوران سون بارابين، هكا ديليكا يعمل ادغاتاسيون على البو ينظف بالكدا. تخي بيان. الباك الثالث فتحية. الباك الثالث هو هذا. ايه فيتيليت. الباك الفيتيليت. الباك هذايا تساعد بور شوفو نورمو، يعني الشعر اللي ما فيهوش لا بروتيين لا كيراتين. تحب قام تحب تكون معناها بيو سان بارابين باش تصلح الشعر بالكدا. والبارابين هو ماده ما تضرش كان الشعر، يعني ماده تضر حتى البدن، سبب في امراض. قام فيها 1 لتر شامبوا افيك كيراتين كومبليكس شامبوا ريباراتور، كيلو ماسك العادي. هذاك يشد عام الماسك نتاع فيتاليتي يشد عام معناها. اي فيها 20% ريدكسيون زاده، ومعاها غراتويتي الجيلانتي. الجيلانتيم ما فيهوش زاده الكول، ما فيهوش البارابين، ما فيهوش الالرجي ايبو الرجين اسيوفات وانتي بكتيري. اي الباك الرابع. الباك الرابع كما لاحظت احنا خممنا في النساء وفي الرجال في الكبار، تويكا الصغار. الصغار اي تويكا وقت الصغيرات. بتبعد الحب مش كاين معناها لمرتك ولا لصاحبتك، عندك وليداتك في الدار تفرحهم. علاش ليه؟ باك بيبي فيها شامبوا، شامبوا بيبي سون بارابي سون الكول بطبيعه باش ما يحرقش في العين. ايسون سولفات ايسون سيليكون. تري بيان. ومعاهم زاده كعيبه جيل دوش، من بعد ما دوشت له نظفت له شعيراته نفوحوا له بدنه بجيل دوش بالتالك ليكيد، ريحه التالك بتاع الصغيرات، ريحه فيوحه وبنينه جايه من ايطاليا. من ورا البحر. من ورا البحر. هذه حال بنينه سون بارابين سون كولورون. والغراتوي هو هذاك غراتوي دونت فريس
دونتفريس دونتفريس غراتوي تري بيان. باه الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا تو فتحيه وين ينجموا يلقاو لي باك هذوما اذا كان يسون انتريسي ويحبوا يشريوا؟ باهي لي جام تاعنا موجودين في الفارماسي، موجودين في البارا فارماسي، موجودين في لي غران سيرفاس، موجودين زاد على الباج فيسبوك تاعنا لدي والانستغرام زيدا. تري بيان، دونك تحطوا لو ديت وتدخلوا تو تلقاو ونمر التليفون تبيع ديما على ذمتكم باش تسالوا هكا باش تعرفوا نهي القام اللي تساعدكم بوغ ان كونسي. تري بيان، ميرسي بوكو فتحيه يعطيك الصحه. احنا باش نمشيو توا مع الشيف سيد باش نمشيو لفطورنا ونشوفوا فطورنا اذا كان حضر ولا لا. تبارك الله طاولتنا حضرت فطورنا حضر صلي يعني بعليك شيف سيد كيما العاده البنه والريحه والزينه البريزونطاسيون هايله. نعملوا ام تي ريكاب. اوكي باهي اليوم عملنا غاليت بالفارينه نتاع ليبيدور اللي هي سبيسيالمون غاتو. داكور. عملنا بها بات فيتي وبالجولدين استعملنا ورينا التاريخ كيفاش عملنا التوراج فاسيل سهله على الاخر. اي واحد نجم يعملها وحطينا شويه سبناخ وريغوتا الفارس نتاعها. عملنا سباغيتي فرويد مير. عملنا سباغيتي نتاع ليبيدور زاده. استعملنا سيكا دوبل كونسونتري وحطينا الهريسه المحرحره نتاع سيكا. حطينا المول والساش نتاعنا والشفريت. عملنا سلايطه تاع بيتراف اورانج بورغدين سوبريم تاع البورغدين شويه غورت هذاك ناتوريل من فوق. وعملنا الديسير نتاعنا فوتوتشيني كريب. بريباراسيون تاع فانواز اللي هي الكريب خدمناها ومن بعد قصيناها عملناها كل فوتوتشيني وزينا بالكريمة تارتيني نوازيت. تري بيان 20% نوازيت. يعطيك الصحة يا شيف ميرسي بوكو. وين حضرت لك اليوم القهوة نتاعنا باللا سيليكسيون نتاع جولدن كوفي. حاجة ياسر بنينة باش نحكي لكم على لي ستيك فما عندها دي ستيك دو 1.8 غرام قهوة أكيد جربتوها بنينة برشا برشا تساعد سيرتو اللي خارج مزروب الصباح وما شربش قهوة طول العبيد اللي تخدم ومغرومين بالقهوه معاهم يحطوا هاك الكعبات ستيك معاهم يهزوهم وين ما يحبوهما في كل بلاصه. يعطيك صحه شكرا ليك ميرسي ليكم انتم اللي تبعتونا. ما بقى لي كان باش نشكر بوتيك زازا فاشن غالري زازا فاشن اللي موجوده في المنزويت وموجوده في صفاقس ونعطيكم موعد في الحلقه القادمه من نهاركم فل الويكاند. نتمنى لكم مشاهده طيبه لبقيه برامجنا على قناه الحوار التونسي. Thank you.